أكثر من 6 سنوات وما زال مشروع قصر الثقافة والفنون في ميسان يراوح في مكانه. الأسس والخرسان الكونكريتي هي من حلت محل المكتبة المركزية التي أزيلت من المكان بعد أن كانت تمثل ملتقى للمثقفين وطلاب المعرفة الذين يطالبون بإيجاد الحلول لهذا المشروع المتلكئ. لأكثر من نحو 6 سنوات شهدنا وضع حجر الأساس لقصر الثقافة والفنون، إلا أننا منذ تلك الفترة وإلى هذه اللحظة لم نشهد إتمام هذا المركز الذي بقي عبارة عن هياكل من الخرسانة التي لا تجدي نفعا. قصر الثقافة في هذه المحافظة مهم جدا، ولا ندري يعني ما سبب التأخير والإهمال. منذ سنوات عدة يعني وضع حجر الأساس، ولكن لم نشاهد أي أثر لهذا القصر الذي كان يفترض أن ينجز بأسرع وقت. كانت هناك المكتبة المركزية، محيت المكتبة المركزية. المشروع الذي توقف العمل به منذ سنوات تحول إلى مكان لتجمع الأتربة والأنقاض، فيما أبدى مثقفون استغرابهم من الإهمال الذي طال المشروع، مناشدين وزارة الثقافة بالتدخل في هذا الموضوع. هذا المشروع الذي تلكأ خلال الفترة الماضية ولا زال لحد الآن على حاله، لم يجري أي عمل جاد. نطالب وزارة الثقافة أن تكون هنالك وقفة جادة في إعادة بناء هذا الصرح وإكماله. غياب مثل هكذا مراكز بمعنى أن الأمية ستسود، بمعنى أن الجهل سينتشر في المدينة. أنا أستغرب عدد كبير من المطاعم تنشأ والمولات و و و وهذه المراكز الثقافية لا أحد يعنى بها للأسف الشديد. يعني أنا كنت أتمنى كل مطعم مفتتح تكون مكتبة أمامه. هنا كانت مكتبة ميسان، لكنها أزيلت قبل عدة سنوات على أمل أن تظهر بحلة جديدة عبر مشروع قصر الثقافة والفنون، لكن هذا القصر لم ينجز والمكتبة لم يعد لها وجود. والمثقفون في ميسان يتساءلون، هل من التفاتة من قبل الجهات الحكومية لهذا المشروع؟ مجرد تساؤل. أحمد السدخان، الفرات، ميسان.